السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على فكرة الذكاء الاصطناعي. طيب قبل ما ندخل في الذكاء الاصطناعي، ايه هو كلمة الذكاء؟ ايه تعريف الانتليجنس او الذكاء؟ هو مفهوم صعب ان احنا نسيغ له تعريف محدد، هتلاقي فيه اختلافات كتيرة، لكن هو بيرتبط بالمهام اللي فيها عمليات تفكير، عمليات ذهنية زي الابداع، زي انه يكتشف نمط معين او باترن معين، حاجة متشابهة في كذا حاجة، ان التعلم، الاستنتاج، التحسين، ان حل المسائل، ان هو يعمل تصنيف كلاسيفيكيشن، يعمل استقراء، يعمل بناء لقياسات يقدر يقيس، يعمل معالجة للغة الطبيعية. طيب لو احنا بقى عايزين نشوف الامثلة العملية اللي هو السلوك الذكي الانتليجنت بيهيفير، هو ده هيظهر في ايه؟ هيظهر في ان الانسان بيقدر يدرك البيئة اللي هو موجود فيها، او الروبوت اللي احنا نعمله يدرك البيئة اللي هو موجود فيها، حصل أي تعديل في البيئة خلاص بيتفاعل معاها، إن هو يتعلم ويفهم من الإكسبيرينس أو التجارب اللي عنده، إن هو يطبق المعرفة اللي خدها على مكان جديد. يعني عندك عربية ذاتية كده، أنت دربتها إنها تمشي في نيويورك، خدتها ورحت أي مكان، مدينة تانية، هتعلمها من أول جديد ولا هي خلاص بتبدأ إنها تتفاعل مع البيئة وتبدأ إنها تطبق اللي هي عرفته على المكان الجديد؟ برضو من السلوك الذكي اللي هو التواصل مع الآخرين والتصرف في البيئة المعقدة، وإن هو يحل المسائل مع نفسه ويكتشف المعرفة المخفية أو غير الظاهرة اللي هو ما اتدربش عليها. برضو التفكير المجرد واستخدام القياس، زائد الإبداع والبراعة والقدرة على التعبير. وعشان نفهم أكتر الذكاء الاصطناعي، لازم إن احنا نعرف إزاي المعرفة تكتسب ونقدر إن احنا نمثلها ونقدر إن احنا نخزنها، ازاي ننتج السلوك الذكي ونعلمه ليرند للاخرين، ازاي نطور ونبرمج خبرات انسانيه، ازاي يبقى في حافز، عاطفه، تقدير، اولويه. ودي مهمه جدا في جزء اسمه reinforcement learning. reinforcement learning يعني ايه؟ يعني انا هبدا اعمل للروبوت مثلا، ادخله في لعبه هو ما اتدربش عليها، يعني مش زي الشطرنج اقعد اشرح له القواعد، لا ده انا هحطه على اللعبه من غير ما يبقى عارف القواعد، شوف هيتصرف ازاي. واكيد اول كام مره هيغلط، يعني لو انتوا فاكرين اللعبه اللي هي بتبقى عباره عن خط كده وفي كوره بتخبط في الخط وتطلع فوق وبعد كده تتحرك الخط بحيث ان هو ترتد وتطلع وتنزل وهكذا. فخلوا الذكاء الصناعي يلعبها من غير ما يشرحوا له اي حاجه خالص. فاول كام مره لقى نفسه بيخسر نقط، ليه؟ لان الكوره بتفلت، يبقى انا لازم ما تفلتش، فيبدا ان هو يتحرك من غير ما حد من البرمجيين يتدخل او يشرح له. هو بقى عنده تعلم آلي، تعلم من التجارب بتاعته. والعلماء بيقسموا الذكاء الاصطناعي لجزئين، طبعا في علماء بيقسموه لثلاثة، بس هو الأشهر إن هو بيقسموه لجزئين. في جزء اللي هو بيبقى متدرب على حاجة واحدة بس، تمام؟ وفي جزء بقى اللي هما بيهدفوا ليه، اللي هو يبقى بيفكر زي الإنسان، يعني كأنك جبت مثلا طفل معين وبدأ هو يتعرف على الحاجات ويتعلم من التجارب بتاعته. هو مش متبرمج على لعبه معينه، هو متبرمج ان اي مشكله تجيبها له يبدا ان هو يحلها لي. بفي اللي هو الجزء اللي هو ضيق، وده مثلا بيبقى بيعرف يلعب شطرنج بس، او بيعرف يلعب لعبه واحده بس، او انت مدربه ان هو يعمل قهوه شاي بس، انما لو اديته اي لعبه تانية لا معرفش، انما التاني لا، هو عنده قدره ان هو يتعامل مع اي مشكله جديده تظهر قدامه ويبدا ان هو يحاول يفكر فيها وان هو يفهمها. طيب دلوقتي خلينا بقى نتكلم على منهجيات الذكاء الاصطناعي. هنلاقي ان اشهر منهجيات هما اربع منهجيات. في منهجيه